وما هناك سؤال يسأل، ما هو السبب إلى تعاطي المخدرات؟ هل هو قلة الوعي؟ هل هو التربية غير السليمة ومتابعة الأهل لأولادهم؟ هل هو زيادة الرغبة في السهر والعمل على الجميع لدرء هذا الخطر ومشاركة الجميع من أطباء ومهندسين وسياسيين ومعلمين وأساتذة بالتدخل لدرء هذا الخطر؟ الدخان مزعج كثيرا، وخاصة في الأماكن المغلقة، بس في المكانات المفتوحة يجنن. تناولت اليوم محور مهم جدا جامعة الموصل، ألا وهو محور المخدرات. هذه الآفة الخطيرة التي ظهرت جديدا على مجتمعنا، هذا المجتمع العراقي المتماسك الذي كان في منأى عن هذه الآفة، وإن هذه الآفة أو هذا المخدرات تعمل على الكثير من التغييرات الذهنية داخل الإنسان، مما يفقده الوعي أو التصرف بأعمال غير متناسقة مع الحياة الطبيعية للإنسان بصورة عامة. برعاية الأستاذ الدكتور بصي كمال الدين الأحمدي رئيس جامعة الموصل المحترم، عقدت كلية الآثار بالتعاون مع معهد الفنون الجميل للبنين ندوته العلمية عن ظاهرة المخدرات وتعاطيها وتأثيرها على المجتمع العراقي بكافة أطيافه، إذ تعتبر هذه الآفة من آفات الفتاكة التي لا سمح الله إذا انتشرت تفتك بكافة أطياف الشعب العراقي ولا سيما فئة الشباب. دعوتي إلى المؤسسات التعليمية كوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية إلى عقد ندوات ومؤتمرات وورش عمل لبيان خطورة هذه الآفة الفتاكة. ألقيت في الندوة عدة بحوث، منها بحوث خاصة بكلية القانون وبحوث خاصة بكلية التمريض وأخرى بحوث إرشادية بعلم النفس بمشاركة فعالة من معهد الفنون الجميلة للبنين مع جامعة الموصل حول الندوة العلمية المخدرات وأثرها على المجتمع، حيث شارك معهد الفنون الجميلة للبنين في عرض موسيقي متميز وعرض مسرحي ومشاركة فعلية في بعض اللوحات الفنية الخاصة بهذا المجال ونشر الوعي الثقافي والتربوي ضمن شباب جامعة الموصل ومعهد الفنون الجميلة للبنين. شكرا لجامعة الموصل للاهتمام بهكذا مواضيع تفيد المجتمع وتفيد، حيث أن الظاهرة انتشرت في على مستوى العراق كاملة. هذه الآفة لها خطورة كبيرة على الفرد والمجتمع، وخطورتها لا تقل خطورة عن الإرهاب، وشارك في هذه المحاضرة الكثير من الأساتذة في محاضرات قيمة تحمل في طياتها عناوين عن المخدرات وآثارها النفسية والاجتماعية والفسجية. حقيقة المخدرات تستهدف عينة وفئة تعتبر ثروة هذا البلد وهم الشباب، ومن واجبنا العلمي والأكاديمي والإنساني توجيه أبنائنا الطلبة لمخاطر هذه الآفة التي تنخر جسد البلد، وإن شاء الله بلدنا خالي من هذه الآفة بجهود أبنائنا الطلبة والقوات الأمنية إن شاء الله.